نعود للمهندس نمر الشبل الرئيس التنفيذي المكلف لشركة المياه الوطنية. مهندس أهلا بك معنا أولا. أهلا بك أخت ميساء، مساء الخير عليكم وعلى السادة المشاهدين. خليني أبدأ بهذه المشاريع، 1400 مشروع يعني عم تدخل فيها الشركة اليوم، وكيف سيكون أثرها على قطاع المياه والبيئة، وكيف تتوزع حصة هذه المشاريع على قطاع المياه؟ أخت ميساء، خليني أولا أن يتقدم بالشكر لمقام خادم الحرمين الشريفين ولي عهد الأمير على الموافقة الكريمة على تخصيص هذا الحزم الكبير للمشاريع لقطاع التوزيع لشركة المياه الوطنية. المشاريع هذه تعنى بتطوير البنية التحتية المائية والبيئية، كذلك توسعة تغطية شبكات المياه والصرف الصحي، وزيادة قدرة محطات التنقية ومحطات المعالجة، وذلك في جميع مناطق المملكة، توزع على 13 منطقة إدارية مقسمة لدى شركة المياه الوطنية على 6 قطاعات، وموزعة على القطاع الغربي بحوالي 38 مليار، 18 مليار للأوسط، 17 مليار للشرقي، للقطاع الشمالي حوالي 18 مليار، وموزعة على جميع مناطق المملكة، وهذه بتزيد بإذن الله من التوسع في الخدمات زي ما ذكرت لك. اليوم هدفنا في رؤية المملكة 2030 احنا نصل إلى 100% تغطية شبكات المياه و95% تغطية شبكات الصرف الصحي. المشاريع اللي ذكرتيها 1429 مشروع هي المرحلة الأولى للوصول إلى هالأهداف إن شاء الله ب 2030. نعم، اليوم قد إيه عم توصل نسبة التغطية مهندس نمر للمشاريع المياه في المملكة بما أنه هذه هي المستهدفات، وقد إيه حنشوف عوائد أيضا يعني ال 1429 مشروع على الاقتصاد السعودي؟ اليوم احنا نتكلم على حوالي 86% تغطية المياه وحوالي 59% تغطية الصرف الصحي. بالتأكيد زي ما ذكرتي عوائدها على الاقتصاد المملكة سيكون في البداية في تنفيذ هذه المشاريع سيكون فيها انعكاس إيجابي على أسواق المقاولات والمصانع، زيادة المحتوى المحلي، كذلك إضافة فرص وظيفية بتوفر هذه المشاريع. الكلام هنا يتكلم عن عشرات الالاف من الوظائف المباشره وغير المباشره اللي تدعم الاقتصاد المحلي باذن الله. اليوم شركه المياه الوطنيه وصلت الى 52% كمحتوى محلي، ضمنت هذه في اكثر من 140 مشروع خلال السنتين الماضيتين بقيمه تجاوزت 9 مليارات ريال. نعم، امتى متوقعين نبدا بهاي المشاريع مهندس نمر، وقد ايه عم بشكل القطاع الخاص نسبه اكبر يمكن من تنفيذ هذه المشاريع المطروحه؟ طبعا اليوم احنا في المراحل الاوليه لطرح المشاريع، باذن الله سنرى بدايه اثرها في عام 2024، انتهاء التنفيذ راح يكون ان شاء الله في نهايه 2026 بدايه 2027. للقطاع الخاص راح يكون هي فرصة ذهبية للشركات المحلية والإقليمية والعالمية كقطاع خاص للتنفيذ، وهذه مؤهل لشركة المياه الوطنية. اليوم انتهز الفرصة أستاذة ميساء أن نشجع الشركات المحلية والإقليمية والعالمية أنها تزور موقع شركة المياه الوطنية وتبدأ التأهيل على أساس أنها تتمكن من الدخول بهذه المنافسات بشكل يسر. نعم، احنا عارفين انه هذا التحول يعني مهندس نمر عم بيتبعه ايضا عملية استثمار واضحة بقطاع المياه للتقنيات، قد ايه رح يكون يعني في حزمة استثمارية موجهة ضمن تنفيذ هذه المشاريع لتكون هناك مستويات تقنية عالية بتطبيقها؟ طبعا احنا نتكلم في قطاع اللي في قطاع التوزيع، هناك الحزم الاستثماريه بتقنيات مع في قطاع الانتاج، وهذا قطاع هو جزء من الفاليو تشين. اليوم شركه المياه الوطنيه هي مسؤوله عن توزيع المياه بشكل او باخر، محطات التنقيه مع القطاع الخاص الان مطروحه في السوق وفيها استثمارات عاليه جدا ما يحتمي رقمها، لكنها استثمارات بعشرات المليارات. نعم، نتوقع أي طرح للشركات التابعة مهندس نمر في السوق بالفترة المقبلة والتابعة للمياه الوطنية؟ ما زال الوقت باكر بس نتكلم فيها، نعمل على ذلك، لكن الوقت باكر لنتحدث في هذا الأمر. نتمنى لكم التوفيق. مهندس نمر الشبل الرئيس التنفيذي المكلف لشركة المياه الوطنية، شكرا جزيلا لك.